هي لا سيسبونسيون الكترومغنيتيك، نحاولوا نشوفوها. شو الفرق؟ هذه ما فيهاش كاركتر ديالها، وتشوفوا دابا راه فيها سيسبونسيون بور هاي كومبوي كتكون قاده خاف البقاي ديالها بلان. شوفوا كيفاش دابا غادي يوقعها، الروايد كيتهزو ولكن كومبوي كتكون قاده واضحه. سسبنسيون بوز ها هي قدامكم دابا غدوز. شنو بان لكم نتوما في هاد لا سسبنسيون اللي وريتكم دابا في لا فيديو؟ سد الطوموبيل، السد الاولى كتميل ملي كطلع ما بين هذوك، هذا كتبقى تميل، كتبقى تبومبا. السد عادي، عادي فيها لي زابط السرعه عادي. والخطوة الأولى البيضة كتمشي عادي، يعني ما كتزعزعش كاع، ما عندهاش داك، ما كتميلش كاع، كتمشي عادي. هذيك طريقة السير ديالها يعني ما كيبانش فيها دوك لي فيبغاسيون وهذيك التدلوكات ودا داك الشيء اللي عوج الإعوجاجات ديال الطريق ما كتبانش فيها. هذيك هي لا سسبنسيون بوز. نحاولوا نشوفوها عندنا هنايا في هذا البي دي اف، كنظن راه كيبان لكم دابا. هذه اللي قدامكم هي لا سسبنسيون بوز. علاش نسميها بعدا بوز؟ نسبه العالم والباحث اللي اختار علينا هذا السيستم بوز سميتو بوز. سي بون، هي سميتها سسبنسيون الكترومغنيتيك. عندها بلاصه لي زامورتيسور، عندنا هادو اوكي، نحاولوا نشوفوهم في واحد الصوره ثانيه. يعني بلاصه كل امورتيسور عندنا واحد من هادو، ها هما لي زيليمون دو سسبنسيون. سو سون دي موتور، ولكن دي موتور ما كيدوروش. هو هذا دابا اللي قال لي قدامكم الان. اشنو كاين فيهم؟ بسيطه جدا. نتوما عارفين انه في الالكترومغنيتيك فاش كيتلاقاو جوج ديال الحوايج اللي عندهم نفس الاشاره كيوقع عندهم تنافر، يعني السالب مع السالب تنافر، والموجب مع الموجب تنافر. هذا هو لو برينسيپ علاش كيلعبوا في هاد لي موتور هادو. فيهم دي زيليمون ما كيتلاقاوش لداخل كاع، عمرهم ما يتلاقاو. علاش؟ لانهم عندهم نفس الشحنه، يعني بحال كنقولوا الكاروسري وداكشي الفوقاني كله مهزوز فوق النص الفوقاني اللي ما كيتلاقاش مع النص التحتاني اللي كاين داخل، ما كيتلاقاوش بيناتهم الفراغ. علاش؟ لانه النص الفوقاني والتحتاني عندهم نفس الشحنه. مثلا نقولوا موجبه، وشنو دابا اللي كيوقع؟ الرويده فاش كتهزو هذا، هذاك النص التحتاني كيطلع وينزل مع الرويده، ولكن ما كيقيسش لك النص الفوقاني. داكشي علاش كتلاقى النص الفوقاني في السياره كلها، الكاروسري بما فيها الشيفور والابيتاكل وكلشي كيكون زاغي، ولكن عينيك كيشوفوا الرويد كيتهزو ويتخبطوا، والفوق ما كي الفوق بحال الا طوموبيل فيكس زاغيه. هذا هو البرينسيپ ديال لا سسبنسيون، يعني بحال هذاك الفوقاني كله كيمشي فوق البساط طائر بحال هكاك دايره هي. هذا هو لا سسبنسيون بوز، والبرينسيپ ديالها هو هذا. الديفو اللي كاين فيها الوحيد
هو انه هاد لي موتور ولا هاد لي زيليمو اللي غيديروا بلاصه لي زامورتيسور ثقال بزاف، فيهم الثقل، لان خاصهم يطوروهم باش يقدروا يخرجوها للسوق، لانه داك الثقل ديالهم راه كتضيع فيه نتايا في الموتور في الوقود ديالك، غادي تولي غادي يولي الموتور كياكل اكثر، لانه بحال هز واحد الوزن زائد في السياره ديالك. سي بون.